تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورا نظرا لتوتر الأوضاع هناك مما يوجب أخذ الحيطة والحذر. وتؤكد الوزارة على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعا لتعرض المواطنين لأي مخاطر وحرصا على سلامتهم. وتدعو الوزارة المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية للتواصل معها عند الحاجة على الأرقام الظاهرة على الشاشة.